النبي صلى الله عليه وآله تلقى العلم من الله سبحانه وتعالى، وما علمه النبي صلى الله عليه وآله علمه لأمير المؤمنين. فمعارف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي معارف الوحي البشرية منذ ألوف الأعوام وإلى هذا اليوم، تخبطوا في متاهات المعرفة. أكو هنالك عقد، أكو هنالك معضلات، أكو هنالك مشكلات، ولكن سطر واحد، كلمة واحدة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تمثل المفتاح وتمثل الحل لهذه المعضلات الفكرية. إحدى المشكلات الفكرية التي دوخت العلماء من ألوف الأعوام مشكلة الجبر والاختيار. أبو ذر هل كان أبا ذر باختياره أو كان مجبور على أن يكون أبا ذر؟ وأبو لهب كان أبا لهب باختياره أو كان مجبور على أن يكون أبا لهب؟ ومعظم المسلمين اليوم يعتقدون بالجبر. أي فيلسوف ما تمكن أن يحل هذه المعضلة، ولكن سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه مفتاح حل هذه المعضلة الفكرية. إذا المسلمين كانوا يأتون إلى علي بن أبي طالب وكانوا يأخذون دينهم من علي بن أبي طالب كما أمر النبي صلى الله عليه وآله، ما كان هذا التخبط وما كان هذا التحير، حيرة. النبي صلى الله عليه وآله من اليوم الأول قال: أعلمكم علي، أقضاكم علي، خذوا دينكم من علي. أعلمكم علي، أقضاكم علي، خذوا دينكم من علي.